وفي المعالجات المباشرة ضيفت صحة صلاح الدين جلسة حوارية ما بين إدارة الدائرة ومؤسساتها وشعبها وأقسامها وبين هيئة النزاهة مكتب تحقيقات صلاح الدين. وأكد الصيدلاني خالد برهان الرزوقي المخول بصلاحيات مدير عام صحة المحافظة على تعاون إدارة الدائرة مع هيئة النزاهة تنفيذا لتوجيهات البرنامج الحكومي لتحقيق أعلى معايير الشفافية في العمل وتقديم أفضل الخدمات الصحية والطبية للمواطنين. إلى ذلك تضمنت الجلسة حوار ما بين مكتب تحقيقات صلاح الدين في النزاهة ومؤسسات الصحة التي ستساعد في تبديل العقبات أثناء العمل اليومي في تلك المؤسسات، فيما وجه رزوقي لمد جسور التعاون ما بين مؤسسات الصحة والنزاهة. السيد مدير مكتب تحقيقات النزاهة في صلاح الدين المحترم والأخوة من هيئة النزاهة المحترمون، الأخوة والزملاء مدراء المؤسسات والأقسام والشعاب والزميلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن من أهم فقرات البرنامج الحكومي لحكومة دولة رئيس الوزراء هي تقديم الخدمات ومكافحة الفساد الإداري والمالي، وإن بما أن دائرتنا هي دائرة خدمية لهذا ترتبط دائما الخدمات بحياة المواطن، يعني جميع الخدمات التي تقدمها دائرتنا هي تختص بحياة المواطن، لذا لا يمكن الاستمرار بتقديم خدمات مثالية مع وجود فساد مالي وإداري. لذا أدعوكم زملائي الأعزاء إلى التعاون جميعا إلى القضاء على آفة الفساد من خلال الاستخدام الأمثل للمال العام وترشيد استخدامه في الأمور المهمة والتعامل مع شركات رصينة واختيار عناصر كفوءة. وإنكم قد لاحظتم في الفترة السابقة أني دائماً أوصيكم بمتابعة لجانكم لجان مشتريات والمتابعة واعتدال الأسعار في المؤسسات الصحية، وتكون المتابعة شخصية من قبل المدير مباشرة لأنه مؤتمن على المال العام، أي المبالغ التشغيلية هي أمانة في عنق مدير المؤسسة بشكل مباشر، ولا يوجد أي عذر للإهمال وعدم المتابعة. تم إجراء جلسة حوارية مع الأخوان في مكتب تحقيقات هيئة النزاهة في صلاح الدين، الأخ مدير المكتب حضار ومع الأخوة المحققين، تم التداول في النقاط يعني الشكاوي والسلبيات اللي مؤشرة لدى هيئة النزاهة في مؤسساتنا الصحية، تم النقاش وتوصلنا إلى بعض الحلول، وضحنا وجهات النظر اللي تخص دائرتنا تخص مؤسساتنا الصحية والتعليمات الوزارية والتعليمات اللي هم تخص هيئة النزاهة في سبيل تجنب حدوث معوقات أو حدوث مشاكل مستقبلاً، من أجل أنه نتجنب أي لجان تحقيقية أو إحالات إلى هيئة النزاهة لمؤسساتنا الصحية لموظفينا العاملين في اللجان المشتريات لجان الهندسية لجان اعتداد الأسعار في المخازن. إن شاء الله في المرحلة المقبلة راح يكون عمل من أجل الحفاظ على المال العام، تكاثف جميع الجهود المنتسبين الموجودين في مؤسساتنا الصحية. يعني كل أسبوع أنزل في الجروبات الجروب ماتنا التوجيهات أنه المسؤولية هي مسؤولية تضامنية، يعني مدير المستشفى من يختار لجنة مختصة مثلا بالشراء أو لجنة هندسية، هذه تكون لجنة تضامنية، يعني يجب أن تكون الإشراف والمتابعة شخصيا من قبل المدير، لي يعني تكون العمل خاص فقط في اللجنة من أجل أنه متابعة إذا كانت هناك خروقات أو فساد، متابعة هذه النقاط اللي يكون متابعة مستمرة من قبل المدير.